أتوقع أننا سنتعامل مع دور الصين في هذه الأزمة. إن الصين ينبغي أن تختار طريقها. لقد دعمت روسيا بشكل سياسي بما في ذلك نشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، وقد زودوا دعم روسيا بالمعلومات المغلوطة. نحن نتوقع من روسيا أن تتمسك بالقوانين الدولية وبمسؤولياتها، وأن تتحد مع باقي العالم في طلب إنهاء هذه الحرب وإحلال السلام.